السلام عليكم، معكم مروان فاسكي. العداء ديال المسافة الطويلة 10000 متر و21 كيلومتر. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضر لكم على البطل المغربي العداء نبيل الرباكي ابن منطقة أمزميز بإقليم الحوز. كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تستفيدوا منه أكثر إن شاء الله، وكنتمنى يعني تعرفوا على هذا البطل هذا اللي حقق الكثير، وتعرفوا على المسيرة ديالو وتعرفوا عليه معلومات أكثر. السلام عليكم. زاد نبيل الرباكي سنة 2000، وبالضبط 31 مارس 2000، بمنطقة أمزميز بإقليم الحوز مراكش. بدأ مساره الرياضي وهو يبلغ من العمر 14 سنة. أحب رياضة الجري كهواية مفضلة له، ثم قرر أن ينخرط في جمعية رياضية بأمزميز، وبدأ يشارك في السباقات الجهوية والفيدرالية. هنالك اكتشف أنه يمتلك قدرات هائلة، وبدأ يحلم باعتناق ألقاب عالمية مستقبلا. تصاب نبيل الرباكي على مستوى ركبته في أواخر سنة 2015، ما أدى به للانقطاع على الميدان الرياضي لمدة 3 سنوات كاملة. وتأخرت عودته للميدان كذلك بمشاكل له مع نادي أمزميز، ما أدى به لتغيير الوجهة نحو نادي عبد السلام الراضي بالمدينة الحمراء مراكش، حيث بدأ في البروز مجددا وتألق في العديد من السباقات الجهوية والفيدرالية، وتمكن من اكتساح المراتب الأولى في عدة سباقات، وأصبح يحلم في تمثيل بلده المغرب أحسن تمثيل في المحافل الوطنية والدولية. فوز العداء نبيل ببعض السباقات. وصاحب المركز الأول نبيل الرباكي من ثانويات ابن ماجه، وتصفيقات حارة لصاحب المركز الأول نبيل الرباكي صاحب توقيت 15:48. فهنيئا لنبيل الرباكي، وكذلك هنيئا المرتبة الأولى وتعود لجمعية عبد السلام الرادي في شخص العداء الرباكي نبيل. و لا ننسى ان الفريق الفائز بهذه الفئه نبيل الرباكي الفائز بماراثون تراي ماروك 19 كيلومتر. السباق كان صعيب شويه، واخا كان المنافسه قويه، وخدينا انا والصديق ديالي المبادره من الكيلومتر التاسع. والسباق كان رائع، كيطلع على مناظر طبيعيه، وهذا الفوز ديالي ما جاش على الصدفه، جاء على تدريب شاقه. وهذا السباق كندخلو في البريباراسيون ديالي ان شاء الله للشامبيونات المغرب الحد الجاي ان شاء الله. حقق نبيل الرباكي في مسافة 800 متر دقيقة و56 ثانية، وفي مسافة 1000 متر حقق دقيقتان و29 ثانية، كما حقق في مسافة الجروج 1500 متر بريمير جينيور 3 دقائق و58 ثانية، كما أنه يتوفر على رقم قوي في مسافة 10,000 متر أو 10 كيلومترات، حيث حقق 29 دقيقة و45 ثانية، وتمكن من احتلال المرتبة 24 في أول بطولة وطنية له مع الكبار السنة الماضية، حيث حقق 29 دقيقة و19 ثانية. نبيل الرباكي تمكن كذلك من الفوز في عدة سباقات جبلية، حيث احتل ل3 مرات على التوالي المرتبة الأولى في تريل ماروك المنظم بأمزميز، وفاز كذلك بسباق ليلة كركوست الجبلي، وفاز كذلك بعدة سباقات منظمة خارج يعني الجامعة الوطنية لألعاب القوى. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي درته على السي نبيل الرباكي، اللي كنتمنوا ليه التوفيق والنجاح في المسيرة ديالو الرياضية والدراسية كذلك. الله يوفق الجميع. تبارك الله عليكم. الفيديو الجاي إن شاء الله ومع بطل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.